السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوات أمينة. اليوم جبت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نديرو مسمنات معمرين في الفران. نمشيو لطريقه التحضير ان شاء الله. الحشوه، هنا عندنا بصله خضاريه، جوج بصلات كبارات خضاريات. هنا عندنا فلفله حمراء وصفراء وخضراء. غادي نمشي ان شاء الله نشعلو عليها باش نطيبو الحشوه. هنا غادي ندير شويه تاع الزيت، الزيتون، باش نصوتي الخضيره ديالي. غادي نضيف واحد جوج فصوص تاع الثوم، نتشحروا مع المكونات. التوابل ما غنزيدهم حتى تشحر ليا شويه البصله والفلفله اللي عندي، هي اللي غنزيد التوابل الاخرى. غادي نضيف الملح على حسب الذوق. نشحروا لي المكونات. غادي ندير التوابل. عندي هنا الابزار، غندير هريسه على حسب اللي بغا، اللي مبغا ما يديرهاش. شويه تاع سكنجبير، نص معلقه، نص معلقه صغيره. فلفل احمر ولا التحميره، واحد نص ضامه ديال الحوت، معلقة تاع المعدنوس، هذا مزيان. صافي نطفي عليه، نضيف عليه واحد الكمية ديال الزيتون الخضر مقطع رقيق. واحد العلبة ديال الثوم مصفي من الزيت، ونحرك المكونات مزيان كيتخلطو ليا مزيان. صافي نخليهم يبردو وندوزو ان شاء الله للعجينة. هنا باش نديرو العجينة، عندنا واحد الكاس ديال الدقيق الأبيض، نوعية مزيانة. واحد المعلقه ديال الخميره حبيبات، واحد المعلقه ديال السكر، واحد الكاس ديال الماء، كلشي بقياس كاس العنبه دافي. نحركو مزيان المكونات. هنا من بعد ما تخلطو لنا المكونات، غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي وغادي نخليوها 15 دقيقة. إذا كانت عندكم كوزينة سخونة والجو سخون، 10 دقائق راه كافية للخميرة تفاعل، ونرجع معكم إن شاء الله. هنا من بعد ما تفاعلت ليا العجينة، غادي نجيب واحد جوج معالق ديال حليب بودرة، نجيب واحد ثلاثة المعالق ديال زيت الزيتون اللي بيعبر بالكاس، راه ربع كاس.
معلقه صغيره ديال الملحه، ملح على حسب الذوق، غادي نحركهم في المكونات مزيان. نضيفو كاس تاع الفورص الخفيف الابيض، راه مغربل بطبيعة الحال، هي اللي وضعتو في الكاس. غنجيب واحد الكاس اخر تاع الدقيق الابيض، ولكن غنضيف غير شويه بشويه على حساب، شوف القوام ديال العجينه اللي بغيت، ما تكون جاريه بزاف ما تكون قاصحه بزاف. تجمعات العجينه كتجي على هذا الشكل، هذا القوام، هذا المهم هزات ليا في المجموع جوج كيسان ونص ديال الدقيق البيض فورس، جوج كيسان ونص، كاس الثالث ما كملتوش باقي فيها نص. غادي ما غادي ندلكها ما والو، غادي نقطعها على أربعة، كورة كبيرات. نجيبو واحد المدلك ونديرو الدقيق سطح العمل والزبدة باش نورقو، بعد ما طلقت الكرة جوج على نفس الحجم غنجيب الزبدة وندهنها بالزبدة مزيان، الزبدة هي مارغرين. تسرح مزيان على ديك العجينة كاملة، نجيب القطعة الأخرى ونحطها عليها. غادي نحطها حتى نورق الأخرى كما درت لهادي، نورق هاديك تاهي وندير لها الزبدة ونرجع معاكم. بعد ما كملتهم درت نفس الطريقة اللي درت لهاديك، درت لها الزبدة ودرت وحدة على وحدة، جاوني جوجات. غادي ندلقهم بالمدلك، غادي نعطيهم شكل مربع، نورقوهم مزيان. هنا من بعد ما طلقت لي العجينه كامله غادي نفرقها على جوج،
غادي نفرقها هكا، ولكن ما نوصلش للخر. غادي نطراسيها هكا، غير نطراسيها ما نوصلهاش للسطح العمل. غنجيب الحشوة ونبدا تنعمر المربعات اللي عندي. عمرت المربعات كاملين اللي عندي، غادي نوضع عليهم شويه تاع الجبن. عندي هنا فرماج حمر وموتزاريلا بجوج، نجيب هذاك المربع ونردو عليهم على هذا الشكل. نضغط على العجينة مزيان، درت الطرف ديال العجينة وطراسيت مزيان. هنايا غنجيب واحد الجرارة نقطعو مربعات. نحيد ديك العجينه الزائده ونجيب واحد اللاطه فاش نديروهم. بعد ما كملت المربع الثاني غادي نجيب الطاوه ديالي ونضيف هاد المربعات سمنة التوعية. ما كملت الكمية اللي عندي، جبت واحد صفرة البيض غنضيف عليه شوية تاع صوص الصوجة على حساب اللون. واحد المعلقة نتاع الحليب، نحركو مزيان. هنا غادي نشدهم وندهنهم مزيان. اثناء الفران راه كيسخن من الفوق ومن التحت. هانتم كاملين بالبيض، غادي نتكون بعدا بواحد الكيردون كاملين باش ما يترتقوش لينا في الفران. ما تقلتهم بالكيردون غادي ندير ليهم البافو. نتوما على حساب الاختيار، باش ما بغيتو تزينو مزينو. حنا غنزينو هنا بالبافو والجنجل نكحل. نزينو بجنجل ابيض
شمع اي حاجه عندكم زينوا بها على حسب الاختيار. انا غنستمر على هذا الشكل ونديرهم في الفران مسخن من الفوق ومن التحت حراره معتدله، وردوا لهم البال حتى يتحمروا مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. المسمنات ديالي من بعد ما خرجناهم من الفران كيجيو على هذا الشكل. هذا درت عليهم شويه تاع الفرماج احمر كيجيو على هذا الشكل. هادو اللي مزيينين بالجنجلان كحل، وهادو اللي مزيينين بالبافو كيجيو زوينين ورائعين. نحل معكم وحده. كيجيو زوينين، جربوهم وردوا عليا الخبر في الكومنتير وشجعوني وديروا لي لايك واشتراك باش تتصلوا بجديد الفيديوهات ديالي. وكنقول لكم شكرا وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.